وفي سياق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمكافحة فيروس كورونا، أكد السيد فيصل بن رجب رئيس مأتم بن رجب خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي في برنامج مجتمع واعي أن الإجراءات الوقائية المتخذة تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، ولا بد من اتباعها حفاظا على سلامة الجميع. اجتمعنا مع الجهات الرسمية كلها، واحنا ملتزمين بكل القوانين وكل الاجراءات اللي وضعتها الدوله في مصلحه الجميع سلمك الله، ونتمنى ان شاء الله تمر هذه المناسبه بكل اريحيه وكل ضوابطها ان شاء الله، والكل يلتزم بما هو موجه به. زين، وفي نفس الوقت حبيت اكد يعني ان التدابير هذه هي تصب في مصلحه الجميع، في مصلحة المواطن أولاً، في مصلحة المقيم والمواطن وكل من يشارك في هذه المناسبة، وإلى كل البحرين. إحنا بلد معروف بإحياء هذه الشعائر على مدى التاريخ، والبحرين كانت مثل وقدوة إلى كل المجتمعات في هذه المناسبة بالأخص. يعني إحنا نمتاز على كل دول العالم، يمكن إذا ما بالغ على دول العالم، وما نقوم به من شعائر ودعم ومساندة من الدولة من لدن سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه في كل عام وفي كل مناسبة تمر على البحرين العزيزة هذه، نوجد كل الدعم وتسخير إمكانيات الدولة في كل ما لديه من طاقة إلى هذه المناسبة. فأنا أتمنى من الجميع في هذا الظرف الاستثنائي اليوم، احنا وضعنا يختلف عن بقية المواسم اللي مضت، فيجب ان نحافظ على سلامة الجميع ونلتزم بالقوانين والتدابير الصحية الموجودة اللي وضعتها الدولة والجهات المعنية. فنتمنى من الجميع ان يلتزم بهذه القوانين لان نطلع بسلامة ونواصل المسيرة ان شاء الله في الايام المقبلة او المناسبات المقبلة الجاية بكل اريحية.